في هذه المنافسة. متابعينا، فتحت البوابات على بركة الله، انطلقت مهرة السنتين متنافسة على مسافة 1200 متر، وقيمة الجائزة 40,000 ريال. شوطنا الأول بجزئه الثاني. متابعينا الكرام، تبدأ الانطلاقة مع خصوصي، وأيضا من المسار الداخلي شبلة طويق في المركز الأول، خصوصي في المركز الثاني من المسار الخارجي، وأيضا رامع في المركز الثالث. وأتابع أيضا بقية الأسماء في منافسة قوية تطلق في المركز الرابع، فيما لازالت شبلة طويق ابنة علي طويق تتقدم بقوة في المركز الأول، تقود هذا الشوط مع بداية 400 متر الأخيرة. يبدأ التقدم رامع من المسار الخارجي، ولازالت شبلة طويق تقود هذا الشوط. خصوصي أيضا يحاول أن يأتي من جديد مع رامع وأيضا مع تطنخ في هذه المنافسة. إذا يتقدم رامع، رامع ابن سليمان جنديان يتقدم في هذه المنافسة للمركز الأول، ومحاولات للدخول من بقية الأسماء. مشاهدين الكرام، المحاولات تأتي من مخالف، بينما رامع على خط النهاية يسجل الانتصار الأول في سجله السباقي.